إذن متواجدين معكم مشاهدينا، ونستمر مع ضيوفنا في هذه التغطية التي تأتيكم عبر مركز أخبار قنوات أبوظبي للإعلام. وفي هذه الأثناء أرحب بضيفي سعادة أحمد الهاجري، مدير إدارة العمليات لشركة جاهزية التابعة لمجموعة إج الإماراتية. رحب فيك اليوم سيد أحمد معنا، ودائما يعني ضمن مجموعة إج هي اليوم الأضواء تسلط عليها كمجموعة إماراتية تضم أكثر من 20 شركة وأكثر من 100 منتج تم تطويره حتى الآن. اليوم كجاهزية إذا ما نتحدث، ما الجديد لدى مشاركتها في هذه الدورة وخلال المنتجات اللي تعرضها كذلك؟ شكرا للاستضافة أخ حامد. جاهزية بشكل عام إحدى شركات إج، ومتخصصين في تقديم خدمات التدريب بالإضافة إلى خدمات مكافحة الحرائق وإدارة الإطفاء بشكل عام. يمكن الحادث اللي صار مؤخرا في تركيا وفي سوريا، الزلزال اللي أدى إلى عدد كبير من الوفيات، دقنا قوس الخطر بالنسبة لنا نحن. فمهم جدا توحيد إجراءات الاستجابة للطوارئ، وخاصة فيما يتمثل في الكوارث الطبيعية. ولهالسبب جاهزية ممكن ركزت في مجال التدريب وتأهيل الأطقم على أساس أنها تكون مستعدة للاستجابة لجميع أنواع الطوارئ في أي وقت من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة. ويعني سؤالنا اليوم، إذا ما نتحدث عن خلال الفترة الماضية، يعني خدمات الطوارئ وكما تفضلت عن جاهزية وماذا تعمل، يعني كيف أبرزت الحادث المأساوي الأخير الزلازل اللي ضربت كل من أجزاء من سوريا وكذلك من تركيا، وإن شاء الله يحفظ الجميع يا رب، يبعد عنا وعن الجميع هذه الزلازل وغيرها. برأيك ما الحاجة الآن وكيف تبرز الحاجة والاستجابة لخطة شاملة للطوارئ مثل هذه الأحداث؟ مهم جدا أخوي حامد الاستعداد الدائم للاستجابة لأي نوع من أنواع الطوارئ هذه، هذا مهم جدا. تنسيق الجهود مهم جدا. التدريب دائما نحن نركز على منظومة التدريب، التدريب مهم جدا. التمارين المشتركة ما بين الجهات مهمة جدا. تحديد وسائل أو الموارد الممكنة الموجودة أو المتاحة أو المتوفرة مع جميع الجهات من خلال التمارين، هذا راح يوفر سرعة الاستجابة. مهم جدا بحكم ممكن الحين كثرة الزلازل في الآونة الأخيرة، التركيز على نمط البنيان. ممكن تكون في دراسات معينة راح يكون في تغيير في نمط أو مواصفات المباني، واللي أنا متأكد منه أن خلال الفترة الماضية الجهات المعنية راح تركز على هالموضوع هذا، لأن حتى اللي صار في تركيا بعض المباني للأسف يعني ممكنها تساوت بالأرض، لكن بعض المباني تمت قائمة. إذن هناك في ازدواجية وفي إشكالية احتمال كبير في موضوع مواصفات البنيان بشكل عام. نعم، إن شاء الله الله يرفع عن الجميع، وإن شاء الله ويحفظنا من هذه الأمور يا رب. وأيضا إذا ما تحدثنا كذلك عن إج واستراتيجيتها المتطورة وخطط النمو، طبعا جاهزية تشكل جزء من هذه المنظومة المتكاملة لإج. كيف تساهم إج في تحقيق هذه الاستراتيجية بخصوص إج؟ من ضمن خدمات جاهزية مثل ما ذكرنا سابقا أن جاهزية تقدم خدمات الاستجابة للطوارئ، فمن خلال خدمات الاستجابة للطوارئ نحن نعمل مع جميع الجهات لتوحيد سياسات الاستجابة للطوارئ وبناء شراكات مع جميع الجهات هذه في حال حدوث أي حادث
عملية التواصل وعملية التنسيق مهم جدا، وهذا كله يعمل لصالح الجهات الدفاعية، لأن معناته إذا الجهات على المستوى المحلي هي مستعدة للاستجابة، إذن راح تقلل من إمكانية تدخل الجهات الدفاعية أو الجهات الأخرى. كل التوفيق لكم. طبعا سؤالنا الأخير، يعني الكفاءات الإماراتية اللي موجودة لديكم، الأنظمة، التدريب، التطوير، يعني لو نعرف على بعض الأعداد إن كانت موجودة أو نسبها. والله بشكل عام الحمد لله رب العالمين، نسبة التوطين في جاهزية كبيرة جدا مقارنة يمكن في مكان السابق، والحمد لله رب العالمين نحن دائما نعمل بشكل دائم وبشكل مستمر على تطوير وتأهير الكوادر البشرية المواطنة في مجال الاستجابة للطوارئ. كل الشكر والتوفيق لكم دائما في أعمالكم وخططكم. سيد حميد الهادري، مدير إدارة العمليات لشركة جاهزية التابعة لمجموعة إج الإماراتية، كل الشكر لكم. الله يحييك أخوي حامد، وشكرا لإتاحة الفرصة. شكرا لك.